لو العصمه في ايد الزوجه تمام ده يمنع الزوج انه يطلقها؟ يعني احنا بنشوف في الافلام العربي طبعا الدراما ليها شكل غير القانون. الزوجه هي اللي معاها العصمه يبقى هي اللي بترمي الدامين؟ لا ده الاصل هذا الحق للزوج، اعطى وكاله للزوجه انها تطلق نفسها ما يمنعهوش من ان هو يطلق برضه. يعني الاصل ان الزوج يطلق زوجته ويحق لي انه يدي هذا الحق الرخصه دي للزوجه، بس الرخصه دي ما تمنعوش هو حقه الاصيل انه يطلقها هو في اي وقت. وممكن هذه العصمه تتاخد مفتوحه وممكن تتاخد طلقه واحده او لثلاث طلقات لمده يعني العصمه يعني الاسباب مش لاسباب لطلقه أو ممكن لطلقة. ما دي اسباب يعني ممكن لطلقه او طلقتين او بالظبط. يعني العصمه لو هي في ايديها تقدر ان هي تطلق نفسها منه، لكن لو هو عايز يطلقها بيطلقها وحتى لو العصمه في ايديها. دي معلومه جديده. طيب